اتنين، هل يفعلها ترامب ويغزو فنزويلا؟ كلنا متابعين الأزمة في فنزويلا، الدولة اللي عندها نفط كتير جدا، المفروض تبقى غنية جدا، وضعها الاقتصادي صعب جدا. دول أمريكا الجنوبية كلها تقريبا ضد موقف الرئيس مادورو في فنزويلا. رئيس دولة بيرو هو أكتر حد واخد موقف متشدد، قال ده ديكتاتور ويجب أن هو يستقيل ويعطي الفرصة للديمقراطية في فنزويلا. إنما طبعا ردوا عليه الفنزويليين بكلام قاسي جدا، والرئيس قال له طب تعالى نقعد نتكلم مع بعض مفاوضات ثنائية يشرح له الوضع اللي بيحصل في فنزويلا. لكن بيرو عند موقفها. إنما فجأة والدنيا متلخبطة في فنزويلا وحوالين فنزويلا، طلع رئيس ترامب بشكل مفاجئ جدا وقال إن ممكن يتدخل عسكريا في فنزويلا، معناها إن ممكن يقوم بغزو فنزويلا. والرئيس ترامب استعرض قوة أمريكا في العالم وقال عندنا جيش في كل مكان في العالم، في أي مكان في العالم، أيا كان المكان بعيد الجيش الأمريكي يوجد. تخيل بقى بالنسبة لفنزويلا اللي هي جنبنا أقرب من دول كتيرة جدا عندنا جيوش إلى جوارها، وده تهديد مباشر بغزو دولة فنزويلا. وده اللي خلى إن رئيس فنزويلا يهاجم أمريكا، وزير دفاع فنزويلا يقول ده جنون أمريكي، ابن رئيس فنزويلا قال لو ده حصل هنحتل نيويورك وهنحتل البيت الأبيض وخلي أمريكا تبدأ الحرب على فنزويلا علشان يعرف السيد ترامب ما الذي سيجري لأمريكا. وسط هذا الأمر أمريكا اللاتينية مش معجبة إطلاقا بكلام الرئيس ترامب. رئيس بيرو اللي هو نفسه ضد رئيس فنزويلا وقف ضد ترامب وقال إن ده أمر غير مقبول تماما، وإن أي وجود عسكري أمريكي في أي دولة في أمريكا الجنوبية هو أمر غير مقبول. إذن الأزمة في فنزويلا تتصاعد وبقت صعبة جدا، وبقى الجديد اللي فيها إن ممكن أمريكا تقوم بغزو عسكري. يبقى إذن الرئيس ترامب اتكلم في الأول على ممكن عمل عسكري في إيران، بعد كده عمل عسكري في كوريا الشمالية، دلوقتي بيتكلم على عمل عسكري في فنزويلا. إذن ثلاث أماكن الرئيس ترامب قال إنه هيتدخل فيها عسكريا. هل يا ترى الرئيس ترامب بيتكلم وبس وهيقضي المدة كلها كلام وتهديد وردع، ولا يا ترى هو فعلا هيخوض حرب ترامب؟ هل يا ترى حرب ترامب هتكون في كوريا الشمالية ولا في إيران ولا في فنزويلا ولا في دولة رابعة ممكن يفاجئنا بما بعد فيما بعد بهذه الدولة؟ كلنا مش عارفين رئيس ترامب فيما يفكر، ولا امتى يتخذ قرار بالحرب، ولا جغرافية هذه الحرب هتكون في اي مكان. لكن الجديد ان فنزويلا لاول مرة على خريطة الحرب، وان رئيس ترامب بيهدد بغزو عسكري دولة فنزويلا. فنزويلا اللي هي دولة يفترض ان تكون غنية جدا، انما صراعات السياسة والأداء العام في حكومات متعاقبة أدى إلى وضع اقتصادي صعب للغاية. روسيا تدعم الرئيس، أمريكا تدعم المعارضة، الشعب تائه في الحالتين، والشعب عنده مشكلات اقتصادية مروعة، والمشاهد للشعب الفنزويلي هو بيأكل من القمامة هي مشاهد متكررة في الإعلام العالمي أضعفت صورة فنزويلا لدى العالم.